اسمي صوفي، خريجة إرشاد نفسي، اللي 3 سنين متخرجة. بحب الرقص كتير من لما كنت صغيرة. شو مثلا كنت أحضر فيديوهات رقص على النت، على التلفزيون، على الفيديوهات، حاول إني أقلدهم، إنه هيك عندي بالفطرة موهبة الرقص وعندي ليونة بجسمي. فمن فترة طويلة طلعت عندك رياضة الزومبا نزلت على النت، فأنا شفت مقاطع فيديو حاولت أقلدهم. هون لسه ما كانت معروفة عنا بسوريا رياضة الزومبا، كونه هي رياضة لاتينية، هي عبارة عن رياضة راقصة. فأنا أسحب مقاطع فيديو عن طريق النت قلدهم، حاولت مرة اثنين ثلاثة. هي صعبة شوي، ما أنا سهلة للزومبا. بعدين عرفت إنه في عنا هون بسوريا مدربين لهيدا النوع من الرياضة، عملت عندهم دورات، تعلمت الأساسيات بالإضافة للمدربين اللي كانوا عندي. أنا كنت كمان بالإضافة أسحب مقاطع فيديو، كل شيء جديد أعمله. بعدين أهلي شافوا إنه صوفي بترقص، صوفي عندها هيدي الموهبة وحابة إنها تنميها، فكان عندي دعم كتير من أهلي إنه صوفي نحنا منساعدك، اشتغلي على حالك، شو ما بدك نحنا منساعدك. طبعا رفقاتي كمان كان دعم كبير من قبلهم يعني. فطلعت ببالي فكرة إنه أنا أفتح نادي رقص، بما إنه أنا صرت بعرف برقص منيح وقادرة أني درب، فتحت نادي رقص هون عنا باللاذقية وبلشت. والحمد لله عندي جروبات حلوة، صبايا مبسوطين. الفكرة عنا بالزومبا إنه هي رياضة راقصة، البنات ليش بيرغبوا لها؟ لينحفوا أو ليكون ليعملوا لياقة للجسم، رشاقة، أو ليسمنوا. عندك ساعة من الزومبا بتحرق 600 سعرة حرارية، بالإضافة لأنه هي بتزيد كتلة الجسم، يعني بتعمل رشاقة للجسم. فكمان من فوائد الزومبا أنه هي مضادة للاكتئاب والتوتر، لأنه الصبية لما بتجي لهون ساعة كاملة عم ترقص، عم بتنط، عم تتحرك، ميوزك عالية، نشاط، فبتطلع من هون هايبر، يعني شخص نشيط. هلأ رياضة الزومبا ما أنا مقتصرة على عمر معين، أنا هون عندي بالمركز بستقبل أشخاص من عمر 6 سنين لعمر 50 سنة. في صفوف أطفال، في صفوف مراهقين، في صفوف 25 وطلوع. مثل ما قلت لك، الأولاد بيسجلوا هون كرمال يفرغوا طاقات، الصبايا بيسجلوا عندي هون كرمال رشاقة للجسم، تنحيف، أو ممكن تزيد وزن. في سيدات الكبار اللي بيسجلوا عندي هون بالمركز، بيسجلوا كرمال هيك يطلعوا من ضغط الحياة الموجود، كرمال يجوا لهون يغيروا جو، يطلعوا من جو البيت يلي موجود عندهم. طبعا وكل فئة عمرية موجودة عندي إلى نوع معين من التمارين، نوع معين من الرقصات، لأنه مثلا الست الكبيرة بالعمر ما بتقدر أنه مثلا تنط كتير، تتحرك كتير، ممكن يكون عندها وضع صحي، يكون في روماتيزم، يكون في مثلا وجع بالإجرين. في أنا عندي هون صف خصوصي للسيدات يلي عندهم وضع صحي بالإجرين. في عندي أكثر من سيدة متعرضين لإصابات إن كان حادث سير أو رجل مكسورة أو مثل ما قلت لك روماتيزم أو ديسك بالظهر. فطبعا هدول بيكون لإلهم في تمارين معينة وخاصة لإلهم، هذا الصف بيكون خاص لإلهم. طبعا بيكون مو بس عن طريق أنا، بيكون في عن طريق إشراف طبيب. يعني أنا عندي هون طبيب خاص بالمركز، أي شيء بيتطلب للمركز الطبي دائما هيدا الطبيب موجود. والتمارين والحركات اللي أنا بعطيهم لهيدون السيدات الكبار بالعمر كلها بإشراف هيدا الطبيب، إنه مسموح يعملوا هيدا الحركات، مسموح يعملوا هيدا الحركات. وطبعا هن مثلا أنا عندي هون كل حصة بتكون مدتها 60 دقيقة، ساعة، أما إلا هدون السيدات أكثر من 45 دقيقة ما بيتحملوا. هلأ أنا بما أني خريجة إرشاد نفسي، طبعا أنا دخلت هيدا الفرع عن رغبة، أني أنا بحب أني أنا أكون مرشد نفسي. هذا الشيء ساعدني هون عندي بالمركز اللي أنا فاتحته. كيف؟ أنا فاتحة صفوف للولاد الصغار، صفوف زومبا تحديدا للولاد الصغار. في عندي أمهات بيجوا لعندي بيسجلوا أولادهم، بيكون أولادهم عندهم اضطراب نفسي اللي هو فرط نشاط ونقص انتباه. ف
فرط النشاط هن بالبيت بيحركوا كتير بنطوا كذا، فأمهاتهم سجلوهم عندي كرمال هيدي الطاقات تتفرغ عندي هون، يرقصوا وينطوا بيطلعوا من عندي من هون تعبانين بيرجعوا على البيت هن كتير رواق مرتاحين. فأنا كلمة شكر من أمهاتهم للأولاد اللي مسجلين عندي بتحسسني إنه أنا قدمت مساعدة، إنه أنا عم أشتغل بمجالي بمجال الإرشاد النفسي كمان عن طريق الرقص، لأنه كمان في عندك بالإرشاد النفسي في شيء اسمه علاج نفسي عن طريق الرقص، إنه الواحد بيكون عم بيفرغ طاقات موجودة جواته إن كانت سلبية أو كانت إيجابية عن طريق الرقص. بالإضافة للزومبا ورقص الشرقي والهيب هوب اللي موجود عندي بالمركز واليوغا، في عنا شيء اسمه رقص لاتيني ورقص صالونات. رقص اللاتيني بيتضمن السالسا والسامبا والتويست والباتشاتا والتشاتشا، هدول رقصات كمان نازلة جديد عنا هون بالبلد. هلا انا بعرف تعلمت عن جديد اني ارقص سالسا، كتير حلو كتير ممتع كمان بيعطي نشاط، يعني انا بحب اني اعرف اتعلم كل انواع الرقص. في عنا هون كمان في رقص شرقي، الرقص الشرقي غير انه الصبايا بيسجلوا لحتى يتعلموا انه يرقصوا، الرقص الشرقي هو كمان رياضه، بينحت الخصر وبيعمل شكل يعني شكل كتير حلو للجسم. الهيب هوب انا ماني مدربه هيب هوب وما كتير بعرف عن هذا الموضوع يعني، بس بيسموه للهيب هوب رقص الشوارع، يعني هو رقص المراهقين. انا كشخص انا بعرف انا انه برقص هيب هوب بس بالفطره يعني، كمان نفس الشيء كنت احضر فيديوهات تابعون وتعلمت منهم، بالاضافه لانه انا دربت عندي بالمركز، بمركز المدرب اللي عندي هو دربني هيك كمان، انه حسيت انه حابه اني اتعلمها، نميتها كمان لهيدي الرقصه عندي. نحن مجتمع شرقي، هيدون الشغلات فكرة الرقص في إلهم نظرة سلبية لهذا الموضوع، بس أنا ما بحس إنه ما بخلي حدا يوقف بوشي بوش الشيء اللي أنا عم أطمح إني أعمله. كتير كتير في ناس عادوني، كتير في ناس حاولوا إنه يكسروني يكسروا صوفي إنه إنه ينهولها هيدا الشيء اللي هي مبلشة فيه، بس أنا أهلي ورفقاتي كانوا دائما سندي، كانوا دائما يشجعوني إنه صوفي دائما لقدام، صوفي دائما بتمشي ما حدا بيوقفها. ما بنبسط لما بيجوا لهون صبايا اللي عندي على المركز بيقولوا لي كوتش صوفي، فأنا بلشت بطريق إني يكون كوتش وأنا رح أستمر بهذا الموضوع. بحب أوجه كلمة شكر لأخي شادي، هو الشخص يلي دائما كان النور قدامي، هو يلي دائما انه شو ما بدي دائما هو مستعد انه يلبيني، وهو كان الدعم الاكبر منه ان كان معنوي او مادي باني انا افتح هيك مركز واني امشي بطريق الرياضة والرقص. أقدم كلمة شكر لأهلي اللي ساعدوني ودعموني، ولكل الناس وكل رفقاتي اللي كانوا جنبي كانوا سند لإلي بكل شيء أنا عملته هون، وإن شاء الله إذا سافرت ودرست هيدا الموضوع بطريقة أكاديمية اللي هو رياضة الزومبا بروسيا، أني أنا رح أرجع لهون على البلد وفيد أولاد بلدي.